بام زبابيق اللي ظالين بس يشيعون، شايف زبابيقهم هسه بس يشيعون، شيعنا فلان وشيعنا فلان، وبعدهم لسانهم اكو وكل لسان راح ينقص قريبا، كلش قريب من الزبابيق، كلش قريب راح ينقص هذا اللسان، نعم راح ينقص قريبا، كلش قريب راح ينقص، يعني مو بعيد. ها عرفت كيف؟ لأنه يتطاول حقيقة على 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 مو أسيادة، يتطاول على الشعب العراقي، لأنه الشعب العراقي من حقه يفرح ويشمت بكم، لأن أنتم من أنتم؟ من جاء بكم؟ جاء بكم المحتل وقادتكم، قادتكم من مو من باب الخلفي، البعض يقول لا لا ماكو باب خلفي بالسفارة، أكو باب جانبي مال بي آي بي، يدخل عنده قيس وأخوه ليث يدخلون للسفارة الأمريكية، تعرف أنت اللي تشتغل عندهم اللي يطوق 50 دولار وتجنت مفوض بالشرطة، فلا تتطاول على أسيادك ولا تتطاول على الشعب العراقي. هاي رسالة واضحة. أي وظل شيع بيهم، شيعنا فلان وشيعنا، وروح تمسح تريد تثبت إيرانيتك أكثر من الإيرانيين هو وغيره.